تحويلة الجسر السريع الرابط بين بغداد والمحافظات الشمالية باتت مراحل إنجاز فضاءاته المدمرة على وشك الانتهاء بعد أن أكملت الكوادر الهندسية ربطها لتعلن إنها ستفتتح المشروع نهاية شباط المقبل. حاليا على مشروع جسر تحويلة سامراء الثرثار، المشروع أحد المشاريع المتضررة في محافظة صلاح الدين من عام 2014، اتضررت به 4 فضاءات. حاليا نسبة الإنجاز وصلت إلى المراحل النهائية قاربت على 90%. من المقرر إن شاء الله حسب برنامج تقدم العمل أن يتم الإنجاز نهاية شهر آذار، إلى أنه إحنا عازمين إن شاء الله أن ننجز قبل هذا الموعد إن شاء الله في نهاية شهر شباط. هذا الجسر يعد من أهم الطرق الاستراتيجية غربي مدينة سامراء، سيما وأنه سيسهم في استقرار مناطق الجزيرة الغربية والتي تضم مصانع مختلفة وأراض زراعية واسعة فضلا عن معارض للسيارات. المشروع عبارة عن جسر سريع الرابط بين المحافظات الجنوبية والشمالية باتجاه محافظة الموصل وصلاح الدين. تعرض إلى عمل إرهابي أدى إلى سقوط 3 فضاءات وتبعها الفضاء الرابع تباعا طبعا. حاليا نسبة الإنجاز للمشروع وصلت أكثر من 94%. المتبقي أعمال إكسائل طبقة الإسفلتية إلى 6 سنتيم، أضاف إلى بعض أعمال مماشي. الموعد المحدد من قبل الشركة العازمة على أن يكون يوم 25/2 إن شاء الله افتتاح الجسر. واقفين على جسر تحويلة سامراء الرئيسي، ومن الجسور المهمة استراتيجية يعتبر في محافظة صلاح الدين اللي دمره خلال العمليات الإرهابية. الآن مراحل الإنجاز الأخيرة تقريبا حوالي 90%. نحن الآن في اللمسات الأخيرة من مشروع، يعني اللمسات الأخيرة من مشروع إنهاء الجسر، تبليط بغي فقرات تبليط والإنارة والكهرباء والاتصالات. ويتطلع المئات من أهالي محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى بإنجاز الطريق السريع باتجاه محافظة نينوى لكونه يختصر كثيرا من الوقت فضلا عن تخفيف الزخم الحاصل على مدينة سامراء. أيام قلائل تفصلنا عن إعادة افتتاح هذا الجسر الحيوي الذي يربط العاصمة بغداد بالمحافظات الشمالية مرورا بسامراء. من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.